يلوذ به الهلاك من آل هاشم ومن دم فنامة وفواضله دامتات النصارى بالنبي واحكم بما شئت ما تنفيه واحتكميه وانتم بلا ذاته ما شئت من شرف وانتم بلا قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له أحد فيرضى عن ناطق بفمه لو ناسبت قدره أحيا اسمه حين يودى تارد الرمم.